فعالية احتفالية وتكريمية وندوة نقاشية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن ونادي عدن للإعلام المرئي، برعاية محافظ عدن اللواعي دروس الزبيدي ورئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر ناصر الأصور. فعالية حضرها وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور حسين باسلامة وعدد من الوكلاء والمسؤولين في السلطات المحلية والحكومية ونخبة من الكوادر الإعلامية وأكاديميون وطلاب حضروا يشاركوا المرأة احتفالها بيومها العالمي 8 مارس. الفعالية التي بدأت بآيات محكمات من الذكر الحكيم ألقى فيها رئيس جامعة عدن كلمة بهذه المناسبة عدد فيها الأدوار النضالية التي قدمتها وتقدمها المرأة في مختلف المجالات، فيما ألقى الأخوان أيمن محمد ناصر وكيل وزارة الإعلام ومحمد سعيد سالم وكيل قطاع الإعلام بالمحافظة كلمة أشادوا فيها بدور المرأة وأهمية الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 8 مارس من كل عام. كل عام وأنتم بخير. للمرأة بشكل عام على مستوى العالم، للمرأة الجنوبية، للمرأة في عدن، للمرأة الجنوبية، للمرأة في جامعة عدن. رئيس جامعة عدن هي مخصوصة لكوادر وقيادات الجامعة. ونقول إنه الشهر مارس يوم المرأة، يوم 8 مارس. وبعدها يوم 21 مارس بطلع عيد الأم. يعني شهر مارس ارتبط بشهر المرأة. وشهر مارس ما نعرف أيضا فيه يوم شم النسيم. ويبدأ فيه الربيع 21 مارس، تبدأ فصل الربيع في كثير من الدول. إذا المرأة هي ربيع العمر، ربيع الحياة وربيع الكون. شكرا للمرأة. نحتفل اليوم في مدينة عدن بالعيد العالمي للمرأة 8 مارس. وبالنسبة لنا نحن في وزارة الإعلام نقول أننا نرى أننا معنيين بهذه المناسبة باعتبار أن المرأة كانت منذ بداية تأسيس تلفزيون وإذاعة عدن هي مشاركة فيه من خلال الشاشة مباشرة ومن خلال الاستوديو وفي كل حلقات العمل. يكاد يحضرني في هذه المناسبة أن تلفزيون عدن انتقل إلى البث الملون من البث الأبيض والأسود بمناسبة 8 مارس 1981، وكان حينها المخرج وديع مغني والمخرجة عديلة أحمد سيف وبحضور المرحوم علي السقاف رئيس مجلس الإدارة والمرحوم عبد الله الخامري. ولذا بهذه المناسبة أتقدم بالتحية لكل العاملين والعاملات لكل العاملات في تلفزيون وقناة عدن والمؤسسات الإعلامية ولكل المرأة في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية وفي العالم العربي والإسلامي والأم والعالم قاطبة. الندوة النقاشية والحفل التكريمي هو شعار هذه الفعالية التي حملت عنوان الإعلام وقضايا المرأة، وبمشاركة نخبة من الإعلاميات حضرنا اليوم للمشاركة في هذا الحفل. تم فيها عرض فيلم قصير لأبرز الأسماء اللامعة في مجال الإعلام خاصة إعلاميات الرعيل الأول في تلفزيون وإذاعة عدن، قدمنا فيها نموذجا متميزا استحقنا اليوم التكريم. أولا يسعدني ويشرفني بأنني بهذه المناسبة أن أحضر بهذه المناسبة، مناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي. ومن قلبي أهنئ كل امرأة، كل أم بهذه المناسبة. وكمان أحب أن أشكر كل القائمين بهذه الفعالية والحاضرين والحاضرات جميعا. لتفتتح بعد ذلك الندوة النقاشية للحديث عن الإعلام وقضايا المرأة، تم فيها مداخلات ومناقشات عن واقع المرأة ودورها في مختلف القضايا. وفي نهاية الحفل تم تكريم نخبة من الأسماء اللامعة لقيادات وكوادر الإعلام التي أسهمنا بشكل كبير في خدمة مجتمعهن بشكل خاص والوطن بشكل عام. لقناة عدن الفضائية وضاح الشليلي.